السلام عليكم. وعليكم السلام. بخير. لاباس. مزيان. بخير. الحمد لله. الحمد لله. Aquí estamos en el taller de Aitsuka, un taller de una asociación de mujeres donde hacen alfombras. La alfombra es un elemento clave en la vida cotidiana marroquí y culturalmente súper expresivo. Fátima, cuéntanos un poco la historia del taller. احنا مجموعة ديال العيالات ديال دوار ايتسوكا خدامين في هاد الورشة، تنديرو الحلوى، تنديرو الزرابي والكروشي، المهم خدامين غير العيالات ديال الدوار. Entonces, ¿qué tipo de alfombras tenéis? الزرابي ديال المنطقة هما هادو، تنديرو فيهم الزواق بحال هادو، تنديرو الزواق، خدامين بالخيط. هادو ديال المعز، وهذا بشرب التهوى، تنديرو فيه الزواق، هذا ديال التوب، ديال التوب. تنخدموه بالتوب. ريسيكلاج. براو. الصوف تنشريوه من عند العيالات ديال الدوار، تيحيدوه من المعز، وتيغسلوه، وتينطفوه، وتنشريوه من عندهم، وتنصوبو بهم الزرابي. خدامين 11 ديال العيالات. Y aquí están trabajando. Explícanos un poco cómo se hace. تنصوبو هذا هو الأول. هذا. تنبرموه وتنصوبوه، عاد تنديرو فيه العقدة هكا، تنصوبوه وتنضربو غير زيت سكا أختا، وتيدوزو الخيط هكا وتنضربو. شكرا بزاف فاطمة. لا شكرا على وجهك. السلامة. يلا بالسلامة. بالسلامة الله يعاونك. Pues aquí hemos acabado. Ya hemos visto cómo hacen las alfombras en Aitsuka, y ahora podemos ir a la cooperativa de Armet a ver cómo hacer el vinagre, o al hammam a relajarnos un poco. Yo voy yendo. Hasta ahora.